أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها المخلصون، أيها العابدون، أيها الصالحون، اعلموا أنه لا حظ للمرء في هذا الدين إذا ترك الصلاة. العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة جامعة العبادات، جامعة الحسنات، أم دعائم الدين. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماوات العلى بعدما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتكون المقدمة عنوان الرحلة، الانطلاق من المسجد إلى المسجد، والمسجد موطن الصلاة. إذن الرحلة رحلة صلاة، بدايتها مسجد، منتصفها مسجد، نهايتها بين يدي الله جل جلاله، عودتها إلى المسجد ثم إلى المسجد. خمس محطات: الأولى المسجد الحرام، والثانية المسجد الأقصى، والثالثة السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى ما فوق سدرة المنتهى، ثم تأتي العودة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، لترتسم المحطات الخمس في الصلوات الخمس. أيها المؤمنون، كل أركان الإسلام نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، إلا الصلاة. لما أراد الله فرضها بعث للنبي أن يأتيه، ولم يبعث بها جبريل ليبينها ويفصلها إلا بعد ما يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال الله جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لنريه من آياتنا الكبرى. نعم، رحلة من المعجزات، رحلة من الكرامات. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى؟ أيها المؤمنون، رحلة الصلاة منتهاها الجنة، وتارك الصلاة لا يعرج له عمل، لا يرفع له عمل، ولا يدخل الجنة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين.
لم نكن من المصلين. ولما لم تكونوا من المصلين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لما لا تصلي؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة. خلقك الله في هذه الصورة تقوم مستقيما لتقوم له، وقوموا لله قانتين، تستطيع أن تنثني لتركع له، واركعوا مع الراكعين، تستطيع أن تسجد لتسجد له، واسجد واقترب. أما أن تقوم لغيره أو تركع لغيره أو تسجد لغيره، فاسأل نفسك من قومك لتقوم ومن قواك لتركع وتسجد؟ أيها المسلم، في نهاية كل عام تراجع الحسابات، فأهل التجارة يراجعون حساباتهم التجارية، وأهل الدين أحق أن يراجعوا دينهم، وعماد الدين الصلاة. وإذا قيل الصلاة فثمة خمس من الأعمدة، فصلاة الفجر عمود، وصلاة الظهر عمود، وصلاة العصر عمود، وصلاة المغرب عمود، وصلاة العشاء عمود، وصلاة الجمعة عمود. وأي عمود من هذه الأعمدة اختل أو اهتز أو ضعف، فذلك موذن بانقضاض المبنى وانهياره. من فرط في صلاة واحدة ضاع دينه، ضاع دينه. حافظوا على الصلوات، ولم يقل على الصلاة، على الصلوات كلها، على الفجر، على الظهر، على العصر، على المغرب، على العشاء، على الجمعة، الفرائض، والصلاة الوسطى. وأيها الوسطى، إنها خمس من الأعمدة وفيها عمود آخر سادس، أهو الذي في الوسط أم أن بعض هذه في الوسط؟ والوسط الأفضل، ومن حافظ على الصلاة الوسطى أعطي من الله المحافظة على الصلوات كلها، ومن ضيع الصلاة الوسطى ضيع الصلوات كلها. وعندما يأمرنا بالصلاة يشرع لنا الصلاة مثنى وثلاث ورباع، كما يشرع لنا في النكاح مثنى وثلاث ورباع. هذه صلواتكم وهذه شهواتكم، فإن أقمتم الصلاة قويتم على شهواتكم ووفقتم في حياتكم، وإن أضعتم الصلاة واتبعتم الشهوات فالنار تنتظركم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم اسمه غي لمن ضيع الصلاة، وهنالك الويل لمن أخرها عن وقتها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنالك سقر، باب في جهنم في أسفلها، لمن ترك الصلاة
ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أيها المؤمنون، ضياعها غي، تأخيرها ويل، تركها سقر. فما حال المحافظة عليها؟ ما حال أدائها في وقتها؟ ما حال أدائها في جماعة المسلمين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما أجمل قوله تعالى في صلاتهم، كأنهم دخلوا في الصلاة فأصبحت حياتهم كلها صلاة. يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنتم في صلاة ما انتظرتموها. صليت الفجر وتنتظر متى يدخل الظهر، فما بين الفجر والظهر صلاة، يكتب لك فيه أنك تصلي ما دمت تنتظر الصلاة. صليت الظهر وتنتظر العصر، ما بينهما صلاة. صليت العصر وتنتظر المغرب، ما بينهما صلاة. صليت المغرب وتنتظر العشاء، ما بينهما صلاة. صليت العشاء وتنتظر الفجر، ما بينهما صلاة. فأصبح اليوم كله صلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف تخشع قلوبهم لذكر الله إذا دخلوا في الصلاة؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لما علم الله فضلها فرض علينا بادئ ذي بدء 50 صلاة في اليوم والليلة. 50 صلاة في اليوم والليلة، لو قسمت بينهما كان في النهار 25 صلاة وفي الليل 25 صلاة. متى تنام؟ متى تأكل؟ متى تشرب؟ متى تعمل لدنياك؟ متى تأتي أهلك؟ فعلم الله ضعفنا فرحمنا الله وخفف عنا من 50 إلى 5. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وصل إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أودعي؟ قال: نعم. فتح الباب، عرج النبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل في السماء إلى أن وصل إلى سطحها، وسمك السماء مسيرة 500 عام. وصل إلى سطح السماء فإذا بآدم عليه السلام في السماء الدنيا. آدم في السماء الدنيا، وإذا به عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. إن نظر يمنة تبسم، وإن نظر يسرة اشمأز. فسلم على النبي، وسلم النبي عليه: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. يرحب آدم بابنه محمد صلى الله عليه وسلم، ويرحب محمد بأبيه آدم، ويرتفع إلى السماء الثانية ويستفتح ويفتح له، ويجد فيها ابني الخالة عيسى عليه الصلاة والسلام ويحيى عليه الصلاة والسلام، يسلم ويردان السلام. عيسى ويحيى، ويرتفع إلى السماء الثالثة ويجد فيها نبيا آخر من الأنبياء، ويرتفع إلى الرابعة ويجد فيها إدريس، وإلى الخامسة ويجد فيها هارون، وإلى السادسة ويجد فيها موسى عليه السلام، وإلى السابعة ويجد فيها إبراهيم. ما الذي رفع
إبراهيم عليه السلام فوق كل هؤلاء الأنبياء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إنه بناء المساجد في الأرض، إنها الصلاة في الأرض، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. نعم إنها الصلاة عماد الدين. وإذا بإبراهيم فوق السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، لأنه أول من عمر بيت الله في الأرض، لأنه أول من بنى لله بيتاً في الأرض بعد الطوفان أيها المؤمنون. ويرتفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة حتى يصل إلى سدرة المنتهى، فيصفها صلى الله عليه وسلم فيقول: رأيت سدرة المنتهى، فإذا بورقها كأنه آذان الفيلة، وإذا بنبقها كأنه قلال هجر، وإذا بها يغشاها من نور الله ما يغشاها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ثم يؤتى بالرفرف، والرفرف خاص بأهل الجنة، ويجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفع به إلى مقام ما وصله بشر قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولن يصل إليه. هناك، وما أدراكم ما هناك في ذلك المقام، بين يدي رب العالمين نطق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال، وهو بين يدي الله بما يحيي ربه: أيقول السلام عليكم؟ لا، كيف تقول لله السلام عليكم وهو السلام؟ بما يحييه؟ أيقول نعم صباحا أو عمت صباحا؟ لا، فالصباح والمساء كلهم من خلق الله، كيف يحيي ربه في هذا المقام السامي العالي الذي لم يصل إليه أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فألهبه الله وأنطقه الله فقال: التحيات لله. كل التحيات، والألف واللام تفيد الاستغراق، أي يا ربي أحييك بكل تحية تحبها، بكل تحية ترضاها. التحيات لله. الزكيات لله، الزاكيات من الأنفس، والزاكيات من الأعمال، والزاكيات من الأقوال لله، والطيبات لله، والصلوات لله، كل ذلك من باب التحية لله. فلما أكمل ذلك قال الله له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فماذا أجاب؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله إذا قال لك السلام عليك كيف ترد عليه؟ إذا قال المخلوق للمخلوق السلام عليكم يرد عليكم السلام، أما الله إذا قال لك السلام عليك فخذها وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنتقل بحضراتكم سريعا إلى بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي تخدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد حملت ماء إليه ليشرب، وجبريل يصل قبل أصولها ويقول: يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت تحمل ماء لك، أقرئها من الله السلام، وقل لها إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا ترى ماذا قالت خديجة وهي ينقل لها جبريل، أو ينقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله السلام، ماذا قالت؟
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وضعت الماء على الأرض ورفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استغفر الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لسائل أن يسأل: لماذا فرضت الصلوات في الملأ الأعلى ولم تفرض كالزكاة والصيام والحج في الملأ الأدنى؟ لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يري النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها وتسبيحاتها وخشوعها وكل ما اشتملت عليه. فكان المعراج للملأ الأعلى لنصغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يحدثنا عما رأى ليلة الإسراء والمعراج مما ملأ الله به سماواته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني لأسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد حتى تقوم الساعة. يا سبحان الله، الملك الواحد يكلف بالقيام مدى الحياة، وآخر أو يؤمر بالقيام أو يجبر، لأنهم غير مكلفين، يجبر على القيام مدى حياته، وآخر على الركوع مدى الحياة، والثالث على السجود مدى الحياة. فإذا قامت الساعة قالوا جميعا بلسان واحد: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. القائم مدى الحياة ما عبده حق عبادته، الراكع مدى الحياة ما عبده حق عبادته، الساجد مدى الحياة ما عبده. وأي حياة؟ أحياتهم كحياتنا؟ كلا. فالله جعل البشر في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، فلو فرض أن طفلا ولدته أمه ساجدا وبقي ساجدا لمدة 70 عاما أو 100 عام لم يرفع رأسه من سجدتي وهو حي ثم مات، لما كان عبد الله حق عبادته، وهذه 70 عام فقط. فكيف بمن خلقوا منذ خلق الله السماوات وتقبض أرواحهم يوم ينفخ في الصور؟ من بداية الخلق إلى نهاية الخلق يوم القيامة قيام مستمر أو ركوع مستمر أو سجود مستمر، ومع ذلك يقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. أما البشر فإذا أقيمت الصلاة وزاد الإمام في القراءة اشمأزت قلوبهم، طولت علينا لأنه قرأ سورة فأكملها أو صفحة فأتمها أو خشع قلبه عند آية فرددها. سبحان الله، يعرج بالنبي ليرى القيام كيف يكون والركوع كيف يكون
والسجود كيف يكون، والخشوع كيف يكون، والخوف من الله كيف يكون؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الهدف الأسمى من الصلاة، أن نستشعر خشية الله والخوف من الله فنمتثل. وفي الأرض وعند بيت الله الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقوم لله ويركع لله ويسجد لله، وشعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينطلق فرعون هذه الأمة وشيطانها الأكبر أبو جهل بن هشام ويحمل حجرا ويقول يا محمد لو رأيتك تسجد في هذا المكان، أو يقول تبرك في هذا المكان، لفلغت رأسك بهذا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة انقطع عن البشر، ويبقى يصلي، وينزل جبريل عليه بقول الله جل جلاله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يرى القائم له، الله يرى الراكع له، الله يرى الساجد له، الله يرى المسبح له، الله يرى الذاكر له، الله يحفظ عباده، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة لأنها لم تسجد لله، خاطئة لأنها لم تسجد لله، لكن ناصية النبي صلى الله عليه وسلم صادقة، ناصية قامت لله وركعت لله وسجدت لله واقتربت من الله. كلا لا تطعه، واسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإبليس دعي لسجدة واحدة فأبى، فلعن وطرد من رحمة الله. والإنسان كم في صلاته من السجدات، كم سجدة تسجدون لله في اليوم والليلة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أي مكان هذا؟ المسجد. ولما سمي المسجد ولم يسمى المقيم مع أنهم يقومون فيه لله، ولم يسمى المركع وهم يركعون فيه لله؟ لماذا أطلق عليه اسم المسجد؟ لأن القيام والركوع كلاهما أضعف من السجود. فالقيام يقوم الناس للناس، قوموا لسيدكم، والركوع قد يركع خوفا، لكن السجود خاص بالله جل جلاله. يا مريم اقنتي لربك، أي قومي وقوموا لله قانتين، واسجدي أي لربك، واركعي مع الراكعين. وفرض الله الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها على سائر الأمم، فضيعت اليهود الصلاة ولم يبق عندهم إلا أن يهزوا رؤوسهم عند حائط المبكى، وضيعت النصارى الصلاة فلم يبق عندهم إلا الشرك منها الصليب باسم الأب باسم روح القدس باسم يسوع،
ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وجهنم تنتظرهم. أما أمة الإسلام فهذا رسولها صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، آخر ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ورث من أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حب الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا أمر الله لنبيه ولكل واحد من هذه الأمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة مصحة للنفوس، فما كثرت الأمراض النفسية إلا بترك الصلاة. الصلاة صحة للأبدان، ما كثرت الأمراض العضوية إلا بترك الصلاة. الصلاة زيادة في المال والاقتصاد، ما كثر الفقر وانتشر إلا بترك الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ومريم التي قال الملائكة لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ما حالها مع الرزق؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب موضع الصلاة المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويأخذ زكريا الدرس وينزل للمحراب ليرزقه الله ذرية صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أيها المؤمنون، إذا أردنا الدنيا فبالصلاة توجد، وإذا أردنا الآخرة فبالصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اللهم إنا نسألك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقتهم ينفقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زك قلوبنا، اللهم زك أعمالنا، اللهم زك نفوسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا من جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تخلص المسجد الأقصى من أيادي الصهاينة اليهود المجرمين. اللهم خلص المسجد الأقصى من أيديهم ورده للمسلمين ردا جميلا. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وخذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم أصلح بطانته وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده ولي عهده. اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تصرفها كيف تشاء، فصرف قلوبنا لطاعتك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. أغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك وبلادنا بالغيث الهتان من عندك وسائر بلدان المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.